مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديدة. قضية النهاردة عملت جدل كبير جدا وقت حدوثها لدرجة ان هي غيرت القانون. قبل ما نبدأ في الحلقة بتمنى منكم توصلوا الفيديو ده ل 3000 لايك في اول 24 ساعة، ولو بتشوفوني لاول مرة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الاشعارات على خيار الكل. اتولدت لوري هاكينج 31 ديسمبر 1976 في ولاية كاليفورنيا. لوري كانت بنت سيلما وهيرالد سواريز، ولكنها كانت ابنة بالتبني، اتبنوها وهي عمرها تقريبا 4 شهور، وكمان كان ليها اخ بالتبني اسمه بول. لكن سنة 1987 ابوها وامها انفصلوا، ابوها وامها اللي هما سيلما وهيرالد، وسيلما اخدت لوري وسافرت بيها على مدينة اوريم في ولاية يوتا، واعتقد بول كمان كان معاهم. اتنقلت لاوريم لان العيلة بتاعتها كانت جزء من كنيسة المورمون، وحست ان هي هناك هتاخد دعم من الكنيسة على اساس ان هي بقى ام عزباء يعني وكده. وفي الوقت ده لوري كان عندها 11 سنة، اما اخوها بول فكان خلاص يعني في اواخر سن المراهقة، وكان خلاص بقى عايز ينطلق في حياته، وراح عاش مع ابوه في ولاية كاليفورنيا، وامه واخته فضلوا زي ما هما في ولاية يوتا. وبما ان لوري وامها عاشوا مع بعض فعلاقتهم بقت كويسة جدا ببعض وقوية جدا، ودخلت لوري مدرسة اوريم الثانوية، وكل زمايلها في الفصل كانوا بيحبوها لدرجة ان هم انتخبوها رئيسة للفصل في اول سنة ليها، وقدرت لوري تلاقي وظيفة في مغسلة سيارات علشان يبقى عندهم دخل اضافي يعني يساعدهم ان هم يعيشوا كويس وكده. وفي المدرسة الثانوية قابلت مارك هاكينج. مارك كان عنده 6 اخوات، ووالده كان طبيب اطفال معروف ومشهور جدا والناس كلها بتحبه، ومش هو بس الحقيقة اللي كان معروف، ده اسم العيلة بتاعتهم كمان كان معروف جدا في المدينة كلها، وحالتهم كانت ميسورة كمان. مارك كمان كان محبوب جدا من كل زمايله، كان معروف بمهرج الفصل لانه دايما يعني كان بيحب يضحكهم يهزر معاهم يفرفشهم كده يعني. مارك كمان في الوقت ده كان بيشتغل مبشر، بيخرج ويحاول يدعي الناس للدين بتاعه ويجذبهم ليه، ودي الحقيقة حاجة مش سهلة خالص، ولكن مارك قدر يعمل كده ونجح فيها. وسافر كندا كمان علشان برضو يشتغل هناك مبشر، ولكن بقى هناك اخلاقه بدأت تبوظ، وبدأ بقى يعني يشرب سجاير وبدأ يعمل حاجات تانية انتوا اكيد عارفينها. طالما هو بعيد عن اهله ومفيش رقيب عليه فخلاص يعني خد راحته على الاخر، وعلشان كده الكنيسة رجعته على بيته على طول. ولما كان حد بيسأل اهله هو رجع ليه كانوا بيقولوا لهم ان هم مش عارفين السبب، لكنهم عارفين السبب وكانوا بيداروا عليه علشان ما تبقاش فضيحة يعني. المهم يعني لوري ومارك اتقابلوا في المدرسة الثانوية، وكانت هي لسه في السنة التانية وهو في السنة الاخيرة، وخرجوا رحلة تبع المدرسة لبحيرة باول. ولكن لوري الظاهر كده ان هي ما كانتش مستمتعة قوي في الرحلة دي، بعكس مارك خالص اللي كان فرحان جدا ومعنوياته في السماء، لدرجة ان حط ايده في النار اللي عملوها في المخيم علشان بس يضحك زمايله ويهزر معاهم. ولكن لوري طبعا لما شافت المنظر ده قلبها رفرف كده وخدته بعيد عنهم وعملت له الاسعافات الاولية، وفضلوا بقى طول الليل يتكلموا مع بعض وسهرانين، وفضلوا على تواصل لحد ما علاقتهم بقت جد اكتر وحبوا بعض. سنة 1995 دخلت لوري الكلية في جامعة يوتا، والحقيقة ان هي كانت متفوقة جدا ودايما كل نتائجها عالية، وكمان كان اي حد يشوفها يقول ان هي ناضجة جدا بالنسبة لسنها، يعني بالبلد كده سابقة سنها. ومع تفوقها في المدرسة فكانت برضو بتحب تخرج رحلات كتير جدا مع زمايلها. وقبل ما تتخرج من الكلية بسنة اتجوزت مارك سنة 1999، وكانوا فرحانين جدا ان هم اتجوزوا، واصدقاء لوري كانوا بيحسدوها على مارك، واصدقاء مارك كانوا بيحسدوه على لوري، وكانوا طبعا بقى عندهم احلام كتير ومخططين لحياتهم وعاوزين يبقى عندهم اطفال كتير، وعلاقتهم ببعض الحقيقة كانت كويسة جدا والكل بيحسدهم عليها. واللي مذكور في كل المصادر ان مارك ما كانش بيحب لوري بس، ده كان بيعشقها عشق. اتخرج مارك من الجامعة ولكن ما حضرش حفلة التخرج بتاعته، وتحجج وقتها انه مريض ومش قادر يروح يعني، عادي بقى مش مشكلة. وبعد التخرج بدأ يشتغل في وظائف كتير مختلفة، يسيب وظيفة ويروح لوظيفة، وظيفة ترمي على وظيفة، وكل الوظائف اللي كان بيشتغلها دي كان اجرها قليل جدا يعني. لوري وكل الناس المحيطين بيه طبعا كانوا عارفين ان هو بالنسبة لواحد لسه خريج جديد فده طبيعي، وعلشان كده لوري اشتغلت هي كمان علشان تساعده في مصاريف البيت ومصاريف المعيشة يعني وكده،
والحقيقة ان هي اللي تقريبا كانت بتجيب معظم الدخل اللي بيصرفوا منه، وكانوا عايشين في شقة صغيرة كده ومحندقة كده على قدهم. ولحد دلوقتي كل حاجة ماشية تمام وفرحانين في حياتهم وما عندهمش اي مشاكل خالص. في يوليو 2004 اشتغل مارك كمساعد نفسي في رعاية نفسية في مركز في جامعة يوتا، وكمان كان في الوقت ده بيخطط ان هو يدرس في كلية الطب جنب شغله. في 15 يوليو 2004 اتصلت لوري بصديقتها هولي وقالت لها ان هي حامل في الاسبوع الخامس، وطبعا كانت طايرة من الفرحة. وفي الوقت ده كمان كانوا بيخططوا ان هما هينقلوا في شهر اغسطس لولاية كارولينا الشمالية علشان مارك هيرجع دراسته ويبدأ يدرس الطب بقى. لحد دلوقتي حياتهم كانت ماشية زي ما هم عايزين بالظبط. في 18 يوليو حضروا حفلة، ولوري كان باين عليها ان هي مبسوطة وكل حاجة تمام وبخير، ومارك رغم ان هو كان اهدى شوية من كل مرة كان عليها ولكن برضه كان مبسوط وما فيش مشكلة عنده. لكن كل ده اتغير لما استلمت الشرطة الساعة 11 الى 10 صباح يوم 19 يوليو 2004 مكالمة من مارك بيقول لهم فيها ان زوجته مفقودة، وقال لهم كمان ان لوري خرجت علشان تجري كعادتها كل يوم الصبح ولكنها ما رجعتش لسه لحد دلوقتي، ولا رجعت البيت ولا حتى راحت الشغل ولا راحت عند اي حد من زمايلها. لوري كانت متعودة ان هي بتصحى كل يوم الصبح تجري على الطريق شوية وبعد كده ترجع تغير هدومها وتلبس هدوم تانية وتروح الشغل، ولكنها في اليوم ده طلعت وما رجعتش، وعلشان كده مارك كان قلقان عليها جدا هي ممكن تكون فين دلوقتي. وعلى طول المحققين بدأوا في البحث عن لوري لحد ما لقوا العربية بتاعتها واقفة قدام حديقة عامة، لكنهم ما لقوش لوري في العربية ولا حتى كان في اي دليل او علامة توصلهم ليها، ففكروا ان هي بنسبة كبيرة هتكون اتخطفت. وظهر مارك على شاشة التلفزيون بيتوسل للوري ان هي ترجع البيت بسرعة وبأمان، وكان زعلان ومتضايق جدا عليها. وسبحان الله القضية دي خدت اهتمام وطني غير عادي في وقت قصير جدا، واتعمل بحث شامل مكثف حوالين المنطقة كلها، ولكن برضو لوري ملهاش اي اثر. فالشرطة قررت تدور من بيت لوري ومارك نفسهم يمكن يوصلوا لحاجة، وفعلا لما دوروا في البيت لاحظوا حاجات غريبة جدا. لاحظوا ان هي سايبة المحفظة والشنطة بتاعتها في البيت، ولكن يعني اعتقد وبناء على كلام مارك ان هو قال ان هي خرجت علشان تجري فمش هتكون محتاجة تاخد المحفظة بتاعتها ولا الشنطة معاها. لكن الشرطة كمان لاحظوا ان البانيو بتاعهم كان طالع منه ريحة مادة تبييض، او خلينا نقول يعني منظفات، والريحة كانت ظاهرة جدا. لاحظوا كمان ان ملايات السرير مغسولة والسرير عليه ملايات جديدة، ولقوا ان خاتم الزواج بتاعها موجود على الكومودينو جنب السرير. طيب المحفظة والشنطة وفهمنا ان هي مش هتاخدهم معاها وهي خارجة، طب ليه هتقلع الخاتم وتسيبه في البيت؟ وهنا الشرطة بدأت تحس ان في حاجة غلط، الجوازة دي مش مظبوطة كده، مش مبسوطين في حياتهم زي مظاهر لكل الناس. ولقوا كمان في البيت سكينة صيد عليها بقع دم، ولقوا فيه بعض نقط الدم كده على الجدار وعلى الأرضية. ولما سألوا مارك على السكينة دي والدم اللي عليها قال لهم ان هي سكينة صيد وكان بيصطاد بيها عادي يعني. بس لاحظوا كمان ان مفاتيح البيت والعربية بتاعت لوري موجودة في البيت، في حين ان العربية اصلا موجودة في الحديقة قدام الحديقة يعني في مكان بعيد عن البيت. فهل مثلا لوري هتاخد المفاتيح معاها وتركب العربية وتمشي تروح تحط العربية هناك عند الحديقة وترجع تاني البيت تسيب المفتاح وتمشي تاني على رجليها تروح للعربية؟ محدش يصدق الكلام ده. وهنا بقى بدأت الشرطة تشك شوية في مارك وانه جايز يكون ليه علاقة باختفاء لوري. واثناء ما الشرطة والمحققين مشغولين في الجريمة والتحقيق فيها كانت لهم مكالمة من عامل الطوارئ بيقول لهم ان في شخص بنفس مواصفات مارك بيجري عريان في الشارع جنب فندق جنب بيته. وعلى طول فعلا راحت الشرطة للمكان ده علشان يتأكدوا بنفسهم، ولقوا مارك في الشارع وفي حالة يرثى لها وعمال يجري رايح جاي وهو عاري تماما وبيصرخ صراخ هستيري كأنه شخص لسه خارج من مستشفى المجانين دلوقتي. بس كان في نقطة هي اللي بينت لهم الموضوع كله، كان بيجري وهو لابس الشبشب. المحققين قالوا ان يمكن بيعمل التصرفات المجنونة دي علشان يمكن حس ان الشرطة شك فيه وجايز يقبضوا عليه قريب، فقرر ان هو يعمل نفسه مجنون وعبيط علشان بدل ما يبعتوه على السجن لو اكتشفوا ان هو عليه حاجة فيبعتوه على مستشفى الامراض العقلية
ويتحاكم بقى بانه كان مجنون مثلا وقت الجريمة او كده ويبقى يطلع منها براءة. لكنه الحقيقة وقع في غلطة كبيرة وانه لبس الشبشب. مفيش مجنون هيقلع هدومه كلها ويلبس الشبشب ويطلع يجري في الشارع. فالشرطة طبعا كانوا عارفين كل الحركات دي وفقسوه وفقسوا التمثيل بتاعه ده من اول مرة. لكن الشرطة كان عندهم تساؤلات كتير قوي، ازاي شخص بيحب زوجته كل الحب ده وكمان هي حامل وهي كمان بتحبه ويقتلها. اكتشفت الشرطة انه اصلا ما سجلش في كلية الطب زي ما كان مفهم لوري، وانه اصلا ما كملش دراسته الجامعية الاساسية اللي هي البكالوريوس. علشان كده وقت حفلة التخرج اتحجج ان هو مريض ومش عايز يروح ومش قادر يروح وكده علشان يهرب من الموضوع خالص. خلينا بقى شوية كده نرجع ليوم 16 يوليو. في اليوم اللي قبله كانت اتصلت لوري بصديقتها وقالت لها ان هي حامل، وبعدها اكتشفت ان مارك كان بيكذب عليها في كل حاجة. لما والدة مارك بعتت له بريد صوتي بتقول له فيه ان هي حاولت تدفع له مصاريف الجامعة، ولكن اكتشفت ان اسمه مش متسجل في الجامعة، فبتستفسر منه عن الموضوع، جايز يعني يكون مثلا في غلط في لبس ولا حاجة في الموضوع. لكن من حظه السيء بقى ان لوري هي اللي سمعت البريد الصوتي ده قبل ما هو يسمعه، فاتصلت بالجامعة واتأكدت منهم ان هو ما سجلش علشان يدرس الطب، واكتشفت كمان ان هو ما كملش دراسته الجامعية اللي هو درجة البكالوريوس اصلا. على مدى سنتين كان وهمها انه بيجهز نفسه لدراسة الطب، حتى لما سافر علشان كان عنده مقابلة في الكلية ورجع بقى من السفر حكالها عن يومه وكان ماشي ازاي وايه اللي حصل في المقابلة، وهو اصلا ما كانش فيه مقابلة ولا اي حاجة من ده، كل الحاجات دي هو كان بيخترعها وهو بس راح قضى اليوم عند ابن عمه. وطبعا لوري مش هتسكت على الكلام ده، فواجهته بكل الكلام ده فحاول يهديها، ولكن المصيبة انه كان بيهديها بكذبات تانية ويقول لها ده هتلاقي بس الكمبيوتر اللي اتلخبط، ده هتلاقي مسجلين الاسم على الكمبيوتر غلط. وطبعا بدأت تسترجع بقى كل الاحداث اللي حصلت، وعرفت هو كان ليه بيشتغل في وظائف كتير، وظائف قليلة بمرتبات قليلة، وده طبعا لانه ما كانش خريج جامعة وليه كمان ما كانش بيشتغل بالتخصص بتاعه. ده حتى لما كان بيقابلها في الحرم الجامعي علشان يتغدوا مع بعض كل ده كان كدب، هو كان بس بيدخل علشان يحاول يبين لها نفسه في الجامعة كده ويظبط الكدبة ويحبك الحكاية. ده حتى الكتب الدراسية كمان كان بيشتريها وهو اصلا مش في الجامعة. دخلت لوري اوضة النوم وكتبت له رسالة ان هي هتقول لكل الناس على الكذب والاحتيال بتاعه، وان هي عايزة تتطلق منه ومش هتكمل معاه، وسابت الرسالة ونامت. هو طبعا بقى كان متضايق اصلا ان هي عرفت الموضوع ده، واتضايق اكتر لما قرى الرسالة، واتضايق اكتر ان هي ممكن تقول للناس ويتفضح بقى ما بين العيلة واصدقائه. ده حتى بدأ يرمي اللوم عليها ويقول لها وحتى لو انت برضو لازم تقفي جنبي ولازم تساعديني وتعدلي اي حاجة علشان نقدر نكمل في حياتنا ونربي الطفل اللي جاي. صراحة النرجسية في اعلى حالاتها، مش شايف نفسه غلطان خالص، وكان عارف ان هي لو صحيت من النوم تاني فهتقول لوالدها والدتها، وهتقول لوالده والدته، وهتقول لاصدقائهم، وهيتفضح في العيلة وسمعته هتبقى وحشة، وهيتعرف انه نصاب وكذاب. وعلشان كل ده ما يحصلش مسك بندقية عيار 22 وضرب النار على راسها وهي نايمة. السرير كله طبعا اتغرق دم، وكان لازم ان هو يعمل حاجة علشان يخفي كل الادلة من وراه. بس قبل كل ده نزل السوبر ماركت يشتري علبة سجاير، وكان باين كده في كاميرات المراقبة ان هو مش على بعضه ومتوتر، عمال يبص لايده ويبص لهدومه وكأنه مثلا بيتأكد ان مفيش دم على ايده ولا هدومه. وبعد كده خد علبة السجاير ورجع تاني على البيت. مفرش المخدة او غطى المخدة يعني كان عليه دم طبعا، فجاب السكينة بتاعت الصد دي وقطع المفرش بيها من على المخدة، وخد الملايات وخد المفارش وحطهم كلهم في كياس، وحط لوري هي كمان في كياس، وخدهم كلهم في العربية وشال المرتبة كلها حطها فوق العربية، وراح رماهم كلهم شيلة بيلة كده في مكب النفايات، ورجع تاني للبيت علشان ينظف اي اثر او دليل وراه. ولما الشرطة لقت السكينة بتاعت الصيد وكان عليها دم، هو اصلا كان غسلها ولكن يعني كان باقي عليها بواقي دم كده ما طلعتش من السكينة،
فقال لهم ان هو كان بيصطاد بيها يعني عادي. وجات له بقى فكرة ان هو يقول للشرطة ان هي خرجت علشان تجري وما رجعتش تاني. والساعة 5 الصبح خد العربية بتاعت لوري وودها عند الحديقة في المكان اللي هم يعني هيلاقوها فيه بعد كده. ولكن كان واضح من كرسي السائق ان هو راجع شوية لورا كده، فاللي هو اصلا يعني كانت وضعية اكبر من جسم لوري، كان واضح ان حد طويل اطول من لوري وجسمه اكبر منها هو اللي كان قاعد على الكرسي ده، علشان كده كان مرجعه شوية لورا. ورجع البيت حوالي الساعة 6 الصبح، نظف كل حاجة من البيت، والساعة 9 الصبح راح لمحل مراتب اشترى مرتبة. والشهود بعد كده قالوا ان هو في المحل ده كان متوتر جدا، دخل خد المرتبة على طول ودفع 500 جنيه على طول بالفيزا وخد المرتبة ومشي. حوالي الساعة 10:30 اتصل بصاحبتها سلمى وقال لها ان لوري خرجت علشان تجري وما رجعتش تاني، واتصل كمان بوالدتها وقال لها نفس الموضوع، ويتصل بشوية اصدقاء ليها ويقول لهم برضو نفس الموضوع، على اساس بقى ان هو بيتصل بقى يقول لهم ايه، هي لوري ما جاتش عندكم كانه بريء بقى ومش عارف حاجه، فيقولوا له لا ليه ايه اللي حصل، يقول لهم اصل هي خرجت علشان تجري وما رجعتش لحد دلوقتي. وبعد كده بعد ما اتصل بيهم كلهم اتصل بالشرطه وقال لهم ان هي مفقوده. خلينا بقى نرجع لوقت ما كان بيجري في الشارع، والشرطه قفشت على طول ان هو بيمثل وان هو مش مجنون. طبعا هم خدوه ودوه لمصحه للامراض العقليه، وبرضه كانوا لسه ما يعرفوش مكان الجثة فين، وعلشان كده أخوه راح له الجناح النفسي اللي كان محجوز فيه وطلب منه يقول للشرطة هو مخبي الجثة فين أو دافن الجثة فين. الكلام ده تقريبا كان الظهر كده. هو أخيرا بقى قرر يعتلف للشرطة على بالليل على العشاء كده مثلا، وتم اعتقاله في 2 أغسطس وتوجهت ليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى وتلت تهم تانية لعرقلة سير العدالة. بس الشرطة كان عندها لسه مهمة كبيرة، وهي البحث عن لوري في مكب النفايات اللي مساحته 10 أفدنة، وبمساعدة الكلاب البوليسية تم العثور على بقايا لوري. بدأت محاكمة مارك واعترف بالتهمة وبالذنب مقابل ان هما يسقطوا عنه التلات تهم بتوع عرقلة مجرى العدالة. في 6 يونيو 2005 اتحكم على مارك بالسجن المؤبد لمدة 6 سنين. ايوه ما تستغربوش، 6 سنين، ودي اقصى عقوبة يقدر القاضي يفرضها بموجب القانون في ولاية يوتا. هو اصلا المفروض القانون كان 5 سنين، بس هما يعني زودوا له سنة كده ايه جدعانة منهم، علشان قتل عمد من الدرجة الاولى ومستخدم بندقية فشهيصوه يعني بسنة زيادة. لكن في شهر يوليو 2005 قرر مجلس العفو في ولاية يوتا ان هما مش هيعملوا جلسة افراج مشروط لمارك الا سنة 2035، وده معناه ان مارك هيقعد على الاقل 30 سنة في السجن. وطبعا ده ما جاش لله لله كده، ده كان بعد غضب عارم من الرأي العام بسبب الحكم البسيط المهزأ في القضية دي، وبسبب التساهل اصلا في جرائم القتل في الولاية عموما. وفي 20 مارس 2006 تم توقيع مشروع قانون يوتا هاوس 102 لزيادة الحد الأدنى للشخص المدان في جريمة قتل من الدرجة الأولى ل 15 سنة، الحد الأدنى بس. وبعد ما كان عمل كل الفيلم ده علشان محدش يعرف خيبته وإن هو ما كملش دراسته، بقى مجرم واتفضح أكتر وجاب العار لكل عيلته. وبكده تكون القضية بتاعتنا النهاردة خلصت. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 3000 لايك في اول 24 ساعة، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وفي اول كومنت، وخلوا صندوق الحواديت يتملي وبعدين نتقابل.